قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم روح المؤمن تخرج كما تسقط النقطة من في السقاء، سهلة سلسة كما يقال، بينما الكافر إذا خرجت روحه تجر كما يجر السفود من الصوف المبلول. السفود اللي هي الحديدة اللي لها ثلاث أسنان أو ثلاث أطراف مثل الباورة تكون للسفينة مثلا في البحر حتى تثبتها، فتسحب هذه من القطن، تقطع القطن. كذلك الروح والعياذ بالله روح الكافر تسحب تجر جرا من جسيف. انظروا إلى كيف تخرج روح المؤمن سلسة ناعمة كالنقطة تخرج من فيه السقاء، يعني نقطة الماء شلون تنزل سلسة، كذلك روح المؤمن، بينما روح الكافر تختلج في صدره لا تريد الخروج، فيجرها الملك، أعاذنا الله وإياكم من حاله الكفار، فيجرها الملك جراً.